قبل نومك ردد هذه الصورة القصيرة 5 مرات، تيسر الأمور وتجلب الرزق من أوسع أبوابه بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة مولة الدار. فضلا وليس أمرا، اكتبوا في تعليق: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطاهرين، واضغطوا على زر الإعجاب لأعرف كم واحد صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام. كما تقرؤون في العنوان، اليوم سأشارك معكم هذه الصورة القصيرة جدا، صورة مباركة وعظيمة لجلب الرزق والمال المبارك وللبركة في الرزق وتيسير الأمور بإذن الله تعالى. فقط عليكم قراءتها بنية ويقين في الله تعالى وفي القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كله رزق، فقط أخلصوا النية. عليكم قراءتها 5 مرات في جلسة واحدة. هذه الصورة هي صورة العصر. صورة العصر هي صورة مجربة للرزق والبركة وتيسير الأمور.